أولي إذا كتاكل أنا إيش قلت لك؟ كنت تطلع الكليان. وسن الأكلة. أولي إذا كتاكل تاوي إيش راجي عاد؟ إيش قلت لك طلع الكليان؟ ما قلت لكش سير تاكل. خاطر من الجوع. أولي على دارك الجوع يلا كليتي يلا عطيتك جوج بواسي كليتيهم. خاطر من الجوع. ولا ولكن والطبسين الآخر اللي بقى على الكليان كليتي وقلت لك طلع الكليان ما قلت لكش أنا كول أنت. خاطر من الجوع خاطر. وعيقت يا ميسيلا شوف فيا غتخدم معقول ما تخدمش معقول غتنصيفك بحال. ولا أي واحد غنخدم عندو تناكل. لا 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 واش تاكل كسبك على الكليان راه خدمة. واش انا الراجل غاسل يدي كيتسناو انت تاكل لي الطبسيب والراجل ولا اخر البارح ثاني درت بحال هكا مالي مالي الشوايه وبزاف بسيط وحيدي لي من ويلي نعي على الحيد لك السيمانه الاخرى راه حيدي انت كامله الله يرحمك وطلبوا لي الناس ورديت سي رشيد الله يرحمك وما كدرتي لا ما درتي فيها لا 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 الطبسيب الاخر لا ما درتي فيها ما بقاش ناكل ما بقاش ناكل شوف هي غنصيفطك بحالك الله يرحم الوالدين الله يرحمك شوفي حيدي لي من الخبز انا غادي نصيفطك بحالك الله يطول لك العمر شوف غنعيط لهذاك الجعبه اللي جابك الله يرحم الوالدين انا غنعيط عليه الله يحفظك الله يحفظك انا نوض نطلعوا لي نطلعوا لي اش غنطلع لي وداك اللي انت خسرتي انا نطلعوا ليه الله يرحم الوالدين صافي انا عيطت للجعبه الله شوف الله يسهل نطلعوا ليه دابا دابا جبتيني في التمثيل اللي درتي تو خويا بيسيل بيسيل مسكين راجع عندي يقول بيسيل هذه ثاني مره رجع ثالث مره ثالث مره جوج مرات وهذه الثالثه اليوم ثلاث مرات باش جيتي عندي ومرحبا بك وكي جاكم هذا المقلب اللي درت لبيسيلا راني تمثيلي جات زوينه الله عمرك راه شديتو على غفله راه مسكين ما عليه ما بيه ولكن ما عندي ما نسالو جاوب معك تجاوب معايا مزيان جيتو على غفله لا الحسن ولا اليوم حسن قلت لي دير الكاميرا انا غنشد في بيسيلا وجيت عاد نزلت عليه مسكين ساعة ما عندي جاوب معايا ما عندي ما نقول جاوبت معاه تبارك الله عليه بيسيلا ما كتبش عليك جاوبت معاه تبارك الله عليه داكشي اللي دارته هي عرفت انا غادي دير شي حاجه وقالت لي انت تخدم وقلت لها نوض نخدم باش حمق انايا تنقول لها انا غادي نطلع الطبسيط وكتاكل المولاه قولي قولي بعد عقلك المولاه جاتك الماكله ديال المرا رشيده وا رشيده راه اللي ما كانش اللي ما دخلش مشى للبحر ومشاش للبيسين شي بلاصه ما دخلش عند امي رشيده في القصبه راه ما كان حتى واحد شويه تاع الحوت العدس الحمص اللوبيا اتاي اللي بغيتي الكرعين البنا راه الناس جايين بالطوموبيلات وكل شيء جايين بهم راه اللي بغيتي البنا اما اي واحد راه عنده هذا الشيء حنا تنقلبوا على البنا وتنقلبوا على النقاوة انا اللي جاي من مدينه الدار البيضاء الحي احنا تاعنا من مدينه الدار مرحبا وحدينا هما الكليان الكليان مرحبا من مدينه الدار البيضاء هما عندي من مدينه الدار البيضاء مرحبا بهم كيجيو عندي كل الحاد والسبت وكيجيو عندي في العطله في الكونجي مرحبا بهم والله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم حتى هما كيجيو عندي وكيطلعوا عليا ما كيفوتونيش وتانتوما مرحبا بكم الا جيتو للمحمديه انا في المارشي زنقه السقايه قرب المحكمة اللي جاي يجي حدا مالي الورد يسولو على مي رشيدة ووريو المحل قريب ومرحبا بكم ان شاء الله الى طال العمر بقينا حيين وواحد الكلمة انا تنجي من مدينة الدار البيضاء تجي نجرب عندها ستة طباسل وربعة الشواية دابا انايا ماشي بحالكم نتوما انت لا تضرب الشواية والله تتبقى شبعان غتمشي للبحر طلع من البحر طلع عند مي رشيده ضرب الشوايه بالشلايد وكل شيء بالخبز والله حتى تمشي تهز الطوموبيل تكون تمشي في الطوبيس ولا الطاكسي غتمشي بخير حتى العشاء ما تعشاش في الدار ما تعشاش في الدار غتنعس بخير وانا الحمد لله تنضرب اربعه الطباسل ولا سته الطباسل تاع اللوبيا شي اربعه الشوايات تنمشي بحال اليوم الحد كلتهم ما تناكل حتى نهار الثلاث الصباح تنشارجي تنشارجي انا الكليان معاونين يلاه مرشد مي رشيده احسن وحده في الماكله ربي يخليك احنا ما نكذبو ما غادي نزيدو لا والو راهي ما تجينا ما تنجيوها هاهي احنا درنا علاقه معاهم تطيب ماكله واعره ربي يخليك راه الماكله اللي تتاكلها ما تضرش راه والله خا تاكل برمه والله ما تضرش عسال شكون اللي ما واش كيحاج كتبي بحال توم هانز واش كتشوفها في السما تما خاصك تشوف الصاله باينه باش تسمع راه ما كاينش اول حاجه تحيه للمشاهدين ديال مي رشيده
طنجة والبويرة. الله يحفظكم. آمين. خويا بسم الله. مرحبا. ماشي درا ماشي كدير الشهيوات. راه كتاكل عليهم صباعك. الحمد لله مرة طيبة. طياب بلدي. طياب بلدي. طياب بلدي صافي. والله يحفظك أم رشيدة قلب طيب. مع دير 100 درهم ديال ليسانس باش نجيو ناكلوا عندها. تسنى. هادي شهادة ديال الكليان. مالو عاود اش قال؟ قال لك تيدير 100 درهم من الدار البيضاء 100 درهم ديال ليسانس باش يجي ياكل عند أم رشيدة. الله يكثر خير الله يخلف عليك. تحية لكم الإخوان الله يحفظكم. تحية للناس الدار البيضاء. الله يخليكم الوليدات و أمين راه الدار ديالنا. أنا غريب كامل. هيا امي رشيدة داخل المغرب وخارج المغرب داخل الوطن وخارج الوطن. هيا امي رشيدة ان شاء الله خصك طيب لينا الماكله اللي عزيزه عليا انا هي السفه. هي كتشوف هي السفه راه كتكهن. ديرها هي راه كتكهن. ملي كتحط السفه الانسان كيضرب عجل واحد ثلاثه كيرجع الله يرجع الله. ولكن هذه السفه دابا قولوا لي شمن نهار ونصوبها لك. ولكن حنا غنديروا عليها تحدي الحمد لله. اللي غادي يهز الديره هو اللي خسر. الله خرج راه هو واحد الكلمه سي حسن الشعبه راه سرعه الموتور تاع بيكانتو ماشي الموتور تاع 190 كاينه معقوله فهمتي كاينه بيكانتو مرسيدس. السلام عليكم. شوف الطريق غتبين لينا شكاين الوقت اللي غنحطوا راسنا في الطريق خصنا نعدو الصح يزيد. الصفه انا نصور لكم الصفه. يلاه انتظروا الاخوان في تحدي جديد. ان شاء الله يا رب. نتمنى لكم الصحة. مشاهدين ان شاء الله. مرحبا بكم خوتي واي واحد اللي جا لابلاج عند المدينة المحمدية مع مدينة الزعور. دوز عند رشيدة. دوز عند خالتي رشيدة. بغيتي الشوية بالحوت. بغيتي اللوبيا، بغيتي العدس، بغيتي الحمص بالكرعين، اللي بغيت، بغيتي برادتين تشرب وترتاح، مرحبا بك، راهي قريبا للمحكمة، والتحية للناس كازا، والناس العالم كله اللي غايجي يشوف رشيدة، هذيك خطرة بغيت ناكل بالكرعين، ولا ننسى راسي، ولا ناكل، بغيت ناكل صبعي. يلا خوتي، هجموا على خاتي رشيدة. يلا فاصل. وراسل. لا غنبلو.